السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا كنت عايز أسأل حضرتك، شغلة السياحة حلال ولا حرام؟ نعم. الشغل في السياحة، يعني شغلة السياحة حلال ولا حرام؟ العمل في السياحة بحسب، إن كانت سياحة يقرها الشرع وليس فيها مخالفات فالعمل فيها حلال، كانت سياحة فيها استخدام أهل الكفر والفسق وإرشادهم إلى مواطن البغاء يحرم ذلك بلا شك. والعمل في السياحة يعني ملهوش علاقة بأي حاجة، يعني إذا كانت مجرد فسح لا حلال ولا حرام فلا بأس بذلك، يعني مثلا ترسل الناس إلى مكان ليست فيه معاصي فيه فسح لا بأس بذلك. شكرا جدا لحضرتك. شكر الله لكم جميعا. عبد الرحمن ان شاء الله يكون بخير، نسألكم الدعاء له. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.